أيها الحظ الكريم مشاهدينا متابعينا الأعزاء أعضاء اللجان الميدانيين والمتابعين على نوع الدفعة جديدة وشوطنا هو الثالث لفئة الأبكار ويشرفني زميلي أيضا نايف الزرعي ليشاركني بصوته المميز على التعليق في هذا الشوط. أتمنى له حسن المتابعة والتوفيق. مشاهدينا متابعينا الكرام بسم الله وعلى بركة الله أعلنت انطلاقة شوطنا الثالث الذي يحمل تحديات الأبكار. الحقائق من المسافة هي 2 كيلومترات تحمل في تحدياتها المفاجآت والأسماء العملاقة المشاركة في هذا الشوط ضمن السباق التمهيدي الذي ينظمه نادي دبي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نبدأ مع الشاهنية ونبدأ مع المركز الأول عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان يتقدم المركز الأول ويسيطر تمام السيطرة على مقدمة هذا الشوط. والمركز الثاني أرى شعارك يا بن كليب يقدم لنا هذا الاسم ويقدم لنا تنبيه سعيد بن سيب بن علي بن كليب الاكتبي. والمركز الثالث هناك مياسة محمد بن سالم بن محمد بالضبيعة الاكتبي وايضا الاسماء القادمة واصل شودة في هذه اللحظات. مبارك بن سعيد بن عبد الله العسكري يقدم لنا شودة. والمركز الخامس هناك الغدوم من شواهين راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري. ولكن وين يا بن حميدان وين وين مع الصدارة مع الشاهنية مع الشاهنية تسيطر على المركز الاول تسيطر على مقدمة هذا الشوط تحكم القبضة على مقدمة هذا الشوط بالأداء الجميل بالتحديات الممتازة بالانطلاقات الجميلة. روح يا أخوي روح الأسماء قادمة الشعارات قادمة من المراكز الخلفية ولكن الشاهنية الشاهنية مع مقدمة هذا الشوط عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان أهالي الميدان مع الصدارة الأولى مع مقدمة هذا الشوط أهالي ميدان الهباب أهالي ميدان الهباب. ولكن القادمة في هذه اللحظات القادمة المسك راشد بن خلفان بن عامري وبن دليوي واصل بن دليوي واصل مع صبر مع صبر سعيد بن سهيل بن دليوي الاكتبي. ولكن هناك الوصول مع المسك غيرت مع الصدارة غيرت مع المركز الأول ولكن صبر صبر والمسك خلاص المسك بالعامري بالعامري مع المركز الأول راشد بن خلفان بالعامري الاكتبي. تهانينا والناموس. المركز الثاني صبر سعيد بن سهيل بن دلوي الاكتبي. والمركز الثالث الشاهنية عبد الله بن علي بن حميدان. والمركز الرابع حتى المركز العاشر ندع خط النهاية تغد زمن دقيقتين وتسعة وخمسين ثانية. تهانينا والناموس مالك المسك راشد بن خلفان بن راشد بالعامري الاكتبي على هذا الفوز والانتصار.